السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية الأساور في المنام. رؤية الأساور في المنام بالنسبة للبنت العزباء، رؤيتها للأساور، هذه الرؤية ليها معاني كثيرة جداً، طبعا بتختلف من شخصية إلى أخرى. فمن الممكن أن بعض البنات العزباوات يكون المعنى ليها في هذه الرؤية أنها بنت تتحمل المصاعب والمسؤوليات الكبيرة على عاتقها أو على كتفها، فهي بنت في حياتها الحقيقية تتحمل لمصاعب كبيرة، وربما تدل على أن شخصيتها شخصية قوية جدا. رؤية البنت العزباء وهي ترتدي للأساور خطوبة إن شاء الله. شراء البنت العزباء للأساور، هذه الرؤية تدل على بداية حياة جديدة لها إن شاء الله تبارك وتعالى. طب بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية المرأة الحامل للأساور، هذه الرؤية بداية تدل على قرب الولادة وأن الولادة ستكون سهلة. طيب هل الأساور في المنام لها علاقة بنوع الجنين؟ نعم، إذا كانت الأساور من ذهب فالجنين سيكون ذكرا، وإذا كانت الأساور من فضة فالجنين ستكون أنثى إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمرأة المتسوجة، رؤية الأساور لها وارتدائها وكانت من ذهب، هذه الرؤية تدل على بعض الأحزان التي سوف تصيبها. وإذا كانت الأساور التي ارتدتها المرأة المتزوجة من فضة، فإن المعنى سيكون بأن هذه المرأة سوف تسمع أخبار سارة في الفترة المقبلة. لو عثرت عليها ووجدتها في المنام، وهي في المنام عثرت على أساور، هذه الرؤية تدل على ميراث قادم لها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب آخر حاجة معنا الرجل المتزوج. رؤية الرجل المتزوج للأساور أو ارتدائها أو شرائها أو كسرها، ما هذه المعاني أو ما معنى هذا الكلام أو هذه الرؤى؟ كسر الأساور للرجل المتزوج ديون، شراؤها مال قادم إليه، ارتداؤها خير له. أما رؤيتها فقط وعدم القدرة على امتلاكها، ربما تدل هذه الرؤية على بعض المشاكل التي سوف تحدث له في الفترة المقبلة ومع شديد الأسف. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.